يا صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة ما راحت البال. يا صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة ما راحت البال. صباح الخير مشاهدينا، أهلا بيكم. يوم جديد وحلقة جديدة وصباح الصحة والجمال. النهاردة يوم الخميس 11 سبتمبر 2019، و12 محرم 1441. النهاردة مشاهدينا الفقرة الطبية، وهنتكلم فيها عن أبرز المشاكل الجلدية اللي ممكن تواجه المراهقين في البداية. طبعا من ضمنها حب الشباب، وحب الشباب بيضايق جدا المراهقين في أول ما بيخشوا المدرسة أو الجامعة، بتلاقيهم بياخدوا أجازة علشان حباية صغيرة طلعت لهم، وللأسف بيعرفوش يتصرفوا معاها إزاي. النهاردة هنتكلم عن حب الشباب وإزاي نتعامل معاه، وأحدث طرق العلاج حب الشباب، وكمان أهم حاجة النظافة. هنتكلم عن النظافة، شيء مهم جدا للجلد عامة، وإزاي نتعامل مع حب الشباب. علشان كده النهاردة مشاهدينا معانا ضيفنا العزيز اللي دايما بيشرفنا بصباح الصحة والجمال، وخبير في التجميل الدكتور يحيى حشيش، أخصائي الجلدية والتجميل بالليزر. مشاهدينا هنروح لفاصل ونرجع نستقبل ضيفنا ونكمل حوار. يا صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة ما راح. يا صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة ما راح. ورجعنا لكم مشاهدينا، ولسه مكملين معاكم صباح الصحه والجمال، وبنتكلم عن النهارده عن ابرز المشاكل الجلديه اللي ممكن تقابلنا وتواجه المراهقين بالاخص. كمان هنتكلم عن حب الشباب، ازاي ممكن نتعامل معاه، ايه هي احدث طرق لعلاج حب الشباب. اللي هيعرفنا بقى عن ابرز المشاكل دي كلها الدكتور يحيى حشيش، اخصائي الجلديه والتجميل بالليزر. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير والجمال علي على حضرتك وعلى كل الناس اللي بتسمعنا وبتتفرج علينا. ميرسي، ربنا يخليك يا دكتور يحيى، بتشرفنا دايما في صباح الصحه والجمال. ميرسي يا دكتور. طبعا هي مشكله بتقابلنا كتيره جدا حب الشباب. أكيد. في البدايه بقى عايزين نعرف مشاهدينا ايه هي ابرز المشاكل الجلديه اللي ممكن تقابلنا. هو مني اهم حاجه ممكن تبقى في مرحله المراهقه عند الشباب او البنات، بالذات ان هم في فتره الجامعه واخر ثانويه عامه والكلام ده، بتبقى مشكله الحبوب اللي بتظهر في الوش اللي هي حب الشباب. ممكن بعض الناس بتشتكي من نشفان الجلد، من الجفاف، يعني القشره اللي في الشعر، الحاجات دي كلها بتظهر ممكن اكتر كمان مع دخول فتره الشتاء. ولكن المشكله اللي تقريبا بتبقى مستمريه على مدار السنه وممكن لفترات طويله، لسنين طويله، ما بنقدرش نبقى عارفين بالظبط هي ممكن تستمر الفتره قد ايه، هو حب الشباب. ده مشكله يا دكتور يحيى، هو يعني بيجي في يعني اي عمر، يعني من بدايه المراهقه للاسف مثلا. فعلا ده حقيقي. يعني هو المفروض طبيعي جدا المتعارف عليه ان حب الشباب من اسمه هو بيجي فتره المراهقه. الهرمونات الذكوريه اللي بتبقى موجوده بتحفز شويه الافرازات الدهنيه بتاعه الغدد الدهنيه اللي في البشره، موجوده مينلي في منطقه الوجه، ممكن الصدر، الظهر والاكتاف. عشان كده هي دي المناطق اللي ممكن الناس اللي بتعاني او البنات والولاد اللي بيعانوا من حب الشباب ممكن يحسوا ان الحبوب بتبقى زايده فيها. او يعني الاماكن حب الشباب مش بس في الوش، لا، يعني في هي المناطق اللي فيها الغدد الدهنيه السيبيشس جلاندز. دي موجوده في مناطق معينه معروفه، منطقه الوجه، منطقه الصدر، الظهر، الاكتاف. ونادرا ما بتظهر في اماكن تانية مختلفه من الجلد، بس دي بتبقى نادره جدا. طبيعي ان هي بتظهر في وقت المراهقه من سن 15 17 الاعمار دي لغايه بقى معانا. يعني هي بقى هو وحظه يعني، او هي وحظها. هي وحظها، مفيش يعني مفيش 1 بلس 1، يعني مفيش رول، مفيش هنقدر نقول ان هي هتقعد سنه او اتنين او تلاته، لا. هي
اهم حاجه فيها العنايه طبعا. بس يا دكتور يحيى، في البدايه حضرتك بتقول ممكن تيجي للمراهقين في البدايه وملهاش سن معين، وممكن ما تجيش لحد، يعني في ناس كتيره جدا بتجيلها حبس الشباب كتيره بتعدي فتره المراهقه والشباب ما بيعانوش، ما بيحصل لهمش حب الشباب. البنات بقى اللي ما عانوش من حب الشباب يجوا بعد سن ال 30 يطلع لهم حبوب، يجوا لنا العياده يا دكتور انا فتره المراهقه والشباب والجامعه والكلام ده ما كانش عندي حبوب خالص، والمدرسه ما كانش عندي حبوب خالص، واتبسطت بقى ومش هيطلع لي تاني، تطلع لي دلوقتي. للاسف مع السيدات ممكن تظهر بعد سن ال 30 ودي بتبقى سخيفه شويه، لان هي ممكن تكون بتطول شويه. طبعا بنتعامل معاها طبيعي جدا زي ما بنتعامل مع حب شباب، لان هو حب شباب افتر اول، بنتعامل معاها بنفس الطريقه زي فتره الشباب زي الفتره اللي بعد كده. ممكن في بعض الادويه اللي ممكن ما نقدرش ناخدها في اوقات معينه، بالذات عند السيدات لو في امكانيه حدوث حمل او رضاعه او الكلام ده. ف طب يا دكتور في انتي تعرفي ان سوري معلش انا اسف، تعرفي كمان ان هي ممكن تظهر عند اطفال بيبيهات لسه مولودين؟ لا معلومه جميله، في ما اعرفهاش. في ممكن امهات بتيجي بحبوب في منطقه الوجه بتاعت بيبيهات لسه مولوده نيونيتس. ايه دي؟ ده شبه البثور البيضاء والسوداء، شبه حب هي حب شباب فعلا، بيبقى البيبي متاثر بالهرمونات اللي موجوده عند امه، لكن دي بتقعد فتره قصيره جدا وبتروح اسابيع وبتروح. بس حب الشباب مش عدوى يا دكتور يحيى ولا مش عدوى؟ مش عدوى خالص، هي بس بتتنقل للبيبي نتيجه لا ايه بقى؟ الهرمونات الذكوريه الموجوده في الام بتحفز الغدد اللي عند البيبي، فتبتدي تظهر وهو في بطنها، يعني هو لسه في بطنها في الرحم، هو بيتاثر جلده بيتاثر بالهرمونات دي فممكن يتولد بالحبوب دي، بس دي بتروح لوحدها خالص مش محتاجه اي علاج، او حاجات بسيطه جدا مضادات حيويه موضعيه ممكن تحسنها، ولكن عاده ما بنحتاجش ان احنا نديله. فدي يعني معلومه طريفه وممكن امهات كتير بتبقى مخضوضه ومش فاهمه دي ايه، بس دي حاجه عاديه خالص وبيروح عادي وبيروح لوحده خالص. طبعا انا وحب الشباب مشكله كبيره، بس سهل جدا يا دكتور يحيى علاجه. يعني حضرتك دلوقتي حددت ان في فئه معينه ممكن يجي لها حب الشباب وفئه تانية ما يجيلهاش خالص، وفي ممكن يجي عن سن 30 بقى او 40 وبيتفاجئ. طيب العلاج، طب ازاي الاول نتعامل معاه؟ اهم حاجه مع حب الشباب احنا لازم نبقى فاهمين ايه مشكلته الاول، يعني ايه سبب حب الشباب. حب الشباب بيظهر بسبب زياده افرازات دهنيه من البشره، من غدد معينه في البشره، الغدد الدهنيه اللي هي سيبشس جلاندز. الفكره ايه اللي ممكن يخلي ده يزيد؟ بتحصل طبيعيا جدا بسبب التغيرات الهرمونيه في الوقت ده من العمر. في ممكن بعض الاكلات بتزود شويه بتحفز شويه الغدد دي، وعلى فكره مش في كل الناس، يعني لو اتكلمنا مثلا على الشوكولاتات ومنتجات الالبان، الايس كريم، المكسرات، السبايسز، الاكل الشطه والحاجات دي ومخللات، في ناس كتير قوي بتحب الكلام ده فياكلوها يبتدوا يحسوا ان الحبوب زادت. في ناس تانية ممكن تاكلها ما يحصلش اي مشاكل عندهم، ما تزيدش الحبوب ولا حاجه، فهي دي حاجه بتفرق من شخص للتاني. بس التغذيه شيء مهم جدا طبعا. فلو احنا لقينا ان احنا لما بناكل اي حاجه من الحاجات دي الحبوب شويه بتزيد، لا نبتدي نحاول نبعد عنها، بالذات في الفترة دي فترة المدارس والجامعة، بتلاقي الطلبة كلهم في الشارع معظم الوقت فبيضطروا ان هم ياكلوا اكل كتير زي الشيبسيهات والحاجات اللي هي الفرايد المقليات واللي فيها زيوت كتير، الاكل الجونك فود، الشوكولاتات، فبيزيد عندهم الموضوع ده. نحاول يقللوا إذا الشخص اكل الحاجات، حس ان الكلام ده بيزود عنده يقلل، لان التغذيه شيء مهم طبعًا جدا طبعا، طبعًا بيزود طبعًا حب الشباب طبعًا او يقلله طبعًا. في ناس تانية ما بتفرقش عادي بالظبط، على حسب، بتفرق من شخص للتاني زي ما التغذيه شيء مهم جدا طبعًا في النقطه دي. اوكي، تاني حاجه مهمه ان احنا نركز فيها العنايه بالبشره، ان احنا لازم نتبع نظام يومي سليم ويناسب بشرتنا. احنا لو بشرتنا دهنيه وبتظهر فيها حبوب لازم نستخدم غسول مناسب للبشره، غسول يقلل شويه الافرازات الدهنيه بتاعتنا، يعمل شويه اكسفوليشن، يشيل طبقه بسيطه من الجلد او الخلايا الميته اللي على سطح الجلد اللي بتعمل ايه، اللي بتسد المسام بتاعت الجلد وتحافظ على الافرازات الدهنيه، تبتدي تزيد فتعمل لنا الرؤوس البيضاء او الرؤوس السوداء.
بعدين يحصل التهابات وعدوى بكتيريه، البكتيريا تبتدي تزيد في المنطقه دي، بعدين يا دكتور تبتدي تلتهب. بنقعد نهرش ونقعد نشيلها دي وبتعمل مشكله رهيبه هنتكلم عليها. لازم طبعا لازم بس تعمل حبوب، الحبوب الحمراء تبتدي تكبر، تبتدي تبقى حويصلات. فاحنا لازم نبقى على طول مدوبين، ان احنا بنغسل وشنا بغسول معين مناسب للبشره، مناسب يعمل بالظبط، يقلل يساعد على تقليل الافرازات الدهنيه، في نفس الوقت بيعمل زي تقشير بسيط جدا مش ملاحظ، ولكن بيشيل طبقه الخلايا الميته عشان ما تقفلش المسام. تاني حاجه نستخدم كريمات او جلز، هي نبعد عن الكريمات طبعا، نستخدم جلز او سيرمز فيها مواد معينه بتقلل افرازات الغدد الدهنيه وبتعمل برضو التقشير الخفيف ده، زي الحاجات اللي فيها ريتينويدز اللي هي فيتامين اي دريفاتيفز، مشابهات فيتامين اي، زي في منتجات كتير قوي في السوق فيها مواد كتير زي الساليسيليك اسيد، جلايكوليك اسيد، الحاجات دي بتساعد كتير قوي في ان احنا نقلل ظهور الحبوب ونحسن طبيعة الجلد. ما هو يا دكتور ريح العلاج المبكر حلو الصراحة لكل شيء طبعًا. يعني بيجيب نتيجة بسرعة وبيبقى سهل جدا للمريض. طيب ازاي بقى، حضرتك قلت النظافة شيء مهم جدا، طيب لو حصل بقى مضاعفات يعني فيما بعد، انا بقى ما اهتمتش واهملت وعمال العب بقى في وشي، ايه المضاعفات بقى اللي بتحصل؟ مهم جدا. احنا عارفه ايه المشكله اللي فعلا بتضايقني؟ ان احنا نلاقي البنات، بالذات البنات، لان طبعا بيبقوا ممكن بيبقوا قلقانين على شكلهم اكتر من الولاد، بس ذو ان دلوقتي برضو الولاد بيفكروا بنفس الطريقه، بيجوا احنا عايزين عندهم حب شباب، احنا عايزين نعالجه دلوقتي، يعني انا عايزه اعمل اي حاجه تعالجه. لازم تبقي فاهمه حاجه، ان انت مثلا فلنفترض انت طلبتي ان انت تعملي فراكشنال ليزر، لو عندك حبوب شباب وعملتي فراكشنال ليزر اكشولي دي ممكن تزود لك حبل شباب. في طرق ممكن نعمل تقشير كيماوي يقلل شويه الحبوب ويقلل اثرها، ولكن لازم تبقي عارفه ان ده مش علاج. فحضرتك هتعملي جلسه وات ايفر عند اي دكتور في اي عياده، لازم تبقي عارفه ان دي ما بتعالجش حبل الشباب، هي بتحسن لك شويه الشكل مؤقتا جدا، لان لسه الافرازات بتحصل بتاعت الغدد الدهنيه، لسه الحبوب بتطلع، لسه بتنشط، لسه بتلتهب. فاحنا لازم نبقى ماشيين على روتين كويس، الاول نقلل حبوب الشباب، نقلل شكلها، وبعدين نبتدي نعالجها، نبتدي نعالج اثرها. الكلام ده الاثار دي ما نقدرش نعالجها غير متاخر. مشكله كبيره جدا دكتور يحيى، وبتسيب علامه في الوش ونرجع تاني بسبب بقى العلاج الخاطئ ليها في وقت مش مناسب، او ان احنا البنات بيبقوا عايزين لا مش هقدر انزل وفي حبايه. حضرتك الحبايه دي بالظبط لو حضرتك استخدمت لها كريم او سيروم حطيتيه عليها مناسب ليها، في خلال كام يوم اسبوع بالكتير هتروح من غير اي اثر. والنظافه شيء مهم جدا وان طبعًا هي تهتم بالشكل. لكن انت لعبتي فيها دلوقتي متخيله ان هي راحت نزلتي، مشكله ان حضرتك يعني شلتي الحبايه بطريقه غير سليمه خالص، بطريقه غير صحيه، سابت اثر، سابت ندبه. الاثر ده يا اما اثر غامق بقع غامقه، حلو ده حظك كويس لان البقع الغامقه دي هتروح مع الوقت او باستخدام كريم تفتيح، لكن المشكله الكبرى لما بتسيب اثر ندبات غويطه واسعه، وده بيحصل وبنشوفه كتير قوي بسبب التعامل الخاطئ مع الحبوب في الفتره دي. تيجي بعد كده بتشتكي وبيشتكي من ندبات رهيبه والوجه شكله متاثر جدا بسبب حب الشباب اللي هو قعد له سنه او اتنين او تلاته، لا هو للاسف هيبتدي متضايق من الاثار وبتؤرقه او بتؤرقها لسنين بعد كده. وعلاج اثار وندبات حب الشباب ما هواش بالشيء السهل، يعني ما هياش جلسه او اتنين او تلاته هم هيضيعوا الموضوع خالص. ولازم نبقى عارفين حاجه، ربنا خلقنا بجلد بطبيعه معينه، احنا لما بنتدخل تدخل خاطئ وبنعمل اثار فيه، مهما اوتينا من علم وتكنولوجي وتقنيات احنا مش بنقدر نرجع الجلد زي ما ربنا كل حاجة. احنا اول ايدينا وتتحط في اي حاجه بنبوظ كل حاجه. احنا الحمد لله التقنيات والتكنولوجيز الحديثه خلتنا نقدر نعالج اثار حب الشباب بالذات بنتائج متقدمه جدا ومتطوره قوي وكويسه جدا، بس ستيل عمرنا ما بنوصل ان احنا نقدر نرجع الجلد
بيور زي الاول. بس يا دكتور بقى في بدايه العلاج بدايه مرحله، المرحله ايه بقى؟ بيكون السن من كام علاج حب الشباب؟ طبيعي سواء جدا بالليزر او بالكريم. احنا زي ما اتفقنا احنا في الاول خالص وقت فتره حب الشباب احنا مش هنستخدم ليزر، احنا هنستخدم كريمات، هنستخدم غسول، هنستخدم لوشنز، هنستخدم مضادات حيويه، ممكن نحتاج في بعض الحالات العنيفه من حب الشباب ان احنا نلجا للكبسولات اللي هي الفيتامين اي دريفاتيف اللي هي الايزوترتيناين بانواعها المختلفه. انا متهيألي الكبسولات حلوه دكتور يحيى، لان احنا لازم نعالج من جوه حلوة جداً ومن بره كمان. ده حلوه جدا في الوقت ده، بالذات في وقت الشباب البنات حتى اللي مش متجوزين او مش داخلين على جواز، بتبقى مناسبه ليهم ان هم يقدروا ياخدوها، ولكن لازم تبقى تحت رعاية وتحت إشراف طبيب مختص جلدية. ليه؟ لأن بتتاخد بجرعات معينة على حسب الوزن وعلى حسب الحالة، ولازم بيتعمل تحاليل كل شوية، بنتابع العيان كل شوية. في تحليل معين تحليل دكتور معينة بنطلبها لازم عشان يعملها ونطمن عليه، ومش بنطلبها مرة واحدة، احنا بنطلبها على فترات مختلفة من العلاج وعلى حسب الجرعة اللي احنا بناخدها. ليه؟ لان ولازم نبقى متابعين كمان حاجه تانية، اي اثار جانبيه للكبسولات دي، لان الكبسولات دي بيبقى ليها اثار جانبيه. في اثار جانبيه ممكن نقول ان احنا هنقلل شويه الجرعه، مش محتاجين ان احنا نوقف، لكن في اثار جانبيه تانية احنا بنضطر نوقف العلاج. فعشان كده ما ينفعش ان حضرتك او حضرتك من نفسي تنزل تاخد العلاج عشان جارتك او طبيب. اختك اخدته، لازم تحت اشراف طبيب. طيب دكتور اكيد البشره الدهنيه بتختلف عن البشره الجافه في حب الشباب بنسبه كام؟ يعني البشره بتزيد اكتر بيكون عندها حب الشباب الفكره أكتر. كلها طبعا البشره الدهنيه حضرتك زي ما قلتي هي افرازاتها الدهنيه زياده، بس جفاف البشره ده ما يمنعش ان يكون في افرازات دهنيه بتحصل، وممكن تحصل حبوب من وقت للتاني. البشره الدهنيه احنا لازم بنستخدم لها غسول عشان يقلل افرازاتها الدهنيه، فيخليها عارفه ما بتلمعش كده اللمعه اللي بتبقى بتظهر. لا احنا عايزين نقلل افرازات الدهنيه بتاعتها ونشيل الطبقات السطحيه بتاعتها بتاعه الجلد الميته. طب لو حد بقى عايز يخطب واحده بقى بشرتها دهنيه ولا جافه؟ لا يعني يخطب واحده بشرتها دهنيه لان دي مش هتعجز دهنية؟ بسرعه. ليه بقى؟ مش هتعجز. الافرازات الدهنيه مهمه جدا اللي بتطلع من السبيشوس جلانز دي مهمه جدا لبشرتنا عامه، دي بترطب البشره، دي بتحافظ على الجلد من الاثار بتاعه التقدم في السن، بتقلل او بتبطئ الشيخوخه بتاعه الجلد. فتلاقي الناس اللي بشرتهم جافه ممكن تلاقيهم الرينكلز والتجاعيد بتبان عليهم بسرعه عن الناس اللي بشرتهم دهنيه شويه، او بيحافظوا على ترطيب بشرتهم. عشان كده دايما بننصح حتى لو حضرتك بشرتك دهنيه بيبقى فيه كريمات ترطيب مهمة بتستخدميها مناسبة للبشرة الدهنية. ولو حضرتك بشرتك جافة في كريمات ترطيب لازم تبقي ماشية على كريمات ترطيب على طول، لأن الجفاف ده. بس أنا أقصد يا دكتور يحيى يعني البشرة الجافة ما بيبانش فيها حب الشباب قوي زي البشرة الدهنية، ما فيها حب الشباب أو ما بيطلعش بصورة جامدة زي البشرة. لكن اللي بيحصل إيه؟ اللي بيحصل إن هي بيبان عليها السن أسرع من تقدم السن أسرع من البشرة. عشان كده دايما بننصح باستخدام مرطبات. من أهم الحاجات اللي عشان نحافظ على بشرتنا كرجالة أو ستات لازم نستخدم مرطبات طول الوقت، ومرطبات المناسبة لنوع البشرة. لنوع البشرة طبعا. طيب ناخد اتصال معنا الأستاذ رمضان. صباح الخير، أهلا بحضرتك. عليكم السلام، احنا أسفين على التأخير يا أستاذ رمضان. والله احنا بصراحة بعد الواحد ما بيستحمى ما يحس بهرش ترى العيب في نحنا ولا في الصابون. طيب الكلام ده على طول مستمر مع تغيير انواع الصابون ولا ولا انت ماشي على نفس نوع الصابون وهو ده اللي عامل لك كده؟ لا هو مع كل انواع الصابون. طيب بتستخدم ميه سخنه قوي او ساقعه قوي؟ يعني بستخدم ميه بارده. اوكي شكرا يا استاذ. شكرا. رمضان، الدكتور يحيى هيرد على حضرتك. عادةً الهرش ده يا دكتور عادةً بعد ما بياخد عادةً شاور؟ عادةً بعد الشاور، بالذات الناس اللي بتستخدم مياه بارده قوي او مياه سخنه قوي،
دي بتأثر على بتعمل جفاف في البشرة مع استخدام أنواع الصابون المختلفة، بالذات اللي فيها ريحة، بتبقى ممكن تعمل شوية حساسية على البشرة، فدي تزود الحكة، تعمل حكة، تعمل حساسية على البشرة فتعمل حكة في الجلد. واحمرار وبقى اه طبعا وكل اه طبعا. حاجة. فبننصح دايما باستخدام أي شاور جل مفهوش، أو الشاور جلز الكريمي ما فيهاش فليفر، ما فيهاش سوري روائح او روائح الكلام ده. ونستخدم، بلاش نستخدم ليفه ناشفه، بالذات ان احنا داخلين على فتره الشتاء، فدي فتره ممكن الناس اللي بتعاني من جفاف البشره يحسوا بالموضوع ده اكتر. نستخدم ليفه السفنج، ونستخدم ميه فاتره ولا ميه سخنه ولا ميه وفي ساقعه. صابون دكتور يحيى بالفازلين او في الجليسرين، صابون الجليسرين ده بيبقى جميل ده جدا، حلو احسن ممكن من اي حاجه يستخدمه تانية. هيحسنه. وفي حاجه تانية، في ناس كتير ممكن بعض الناس بيحصل لها عندها حاجه اسمها حساسيه ارتكاريا مائيه، يعني لما بياخدوا شاور او دوش وبيقعدوا تحت المايه فتره طويله ممكن يطلعوا بيبقى جلدهم مدرن، ارتكاريا حساسيه. بننصح ان يقللوا فترات التعرض للمايه، يعني بدل ما بيقعد تحت المايه 10 دقائق ربع ساعه، لا يخليها دقيقتين ثلاثه، وممكن يبقى يطلع وينشف نفسه وبعدين يبقى يرجع تاني بعد شويه. انا متهيألي دكتور يحيى الجلديه عامه لازم نظافه، لازم تهتمي بيها كويس طبعا. لازم تروح لطبيب مختص في الجلديه طبعا لو علشان انت في شكوى التشخيص طبعا المهم. الكلام ان احنا نشخص وندي علاج من على التلفزيون بمكالمه، الموضوع طبعا مش صح 100%. لازم طبعا يروح لدكتور مختص، ممكن يشوف يلاقي في حاجه في بشرته ممكن بتزودها الميه او يعرف نوع بشرته ايه ويتعامل معاها. لازم لازم دكتور يشوفه طبعا ويديله العلاج المناسب. طب دكتور يحيى للاسف بقى الوقت بيمر مع حضرتك بسرعه، عايزين بقى نصايح لمشاهدينا او المراهقين بقى يا حبايبي اللي هم بيطلع لهم حب الشباب، يعملوا ايه واجهوه ازاي؟ لو حضرتك، لو انت يا بنوته او انت يا شاب عندكم حب شباب، بتعانوا من حب الشباب، اهم حاجه ما نلعبش في الحبوب خالص خالص خالص. مشكله. أوكي. البنات يبعدوا عن الميك اب بليز، ده مش وقت خالص. يعني لو في حبايه صغيره ما تحطش ميك اب عليها، ده البنات بيحطوا ميك اب ده بيسد المسام، واحنا اصلا المفروض بنعمل حاجات عشان نقلل انسداد المسام ونعمل زي تنظيف للبشره، مش تنظيف للبشره اللي هو الفيشلز ممنوع برضو لان دي بتعمل بتجرح الحبوب فتعمل تسيب اثار. طيب. لا احنا بنغسل، بنستخدم غسول معين، بنستخدم جلز معينه، بنستخدم مضادات حيويه معينه سواء بالفم او بتدهن على البشره، وما يتعرضوش للشمس قوي يا دكتور يحيى. ونروح للدكتور يعالجنا، الدكتور المختص يعالجنا، ما نبتكرش علاجات من نفسنا وما نقررش ان احنا هنعمل جلسات من نفسنا، لان عاده دي ممكن تكون بتضرنا لكن ما بتنفعنا جدا جدا. والجلد عامه لازم نتعامل معاه فعلا بحذر شديد وباهتمام وبنظافه، وكمان التغذيه كمان أكيد جزء مهم جدا مهم لازم جدا ناخد بالنا جدا. من اللي احنا بناكله. مظبوط. بشكرك جدا دكتور يحيى، معلوماتك القيمه والجميله، وان شاء الله يكون معانا لقاء تاني باذن الله. ميرسي يا دكتور. ميرسي لحضرتك. مشاهدينا يا رب تكون الحلقه عجبتكم النهارده، اتكلمنا عن ابرز المشاكل الجلديه اللي بتقابلنا ومن ضمنها حب الشباب للمراهقين، وطبعا اهم حاجه انك تعرفي نوع بشرتك ايه وتتعاملي معاها بشكل جيد جدا ومهم جدا، واهم حاجه كمان النظافه. مشاهدينا طبعا بنشكر ضيفنا العزيز النهارده الدكتور يحيى حشيش اخصائي الجلديه والتجميل والليزر، ويا رب تكون الحلقه عجبتكم، اشوفكم في موضوعات جديده وحلقات مختلفه، وصباح الصحه والجمال. يا صباح الصحه والخير والجمال، والشمس هي طالعة ما راحت البال، يا صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة ما راحت البال، يا صباح الصحة والخير والجمال.